تتناقل صفحات الفيسبوك الخاصة منها والعامة أخبارا وصورا ومقاطع فيديو، سواء تلك التي تخص الوضع الليبي أو غيرها. الآراء تباينت حول سلبية أو إيجابية الفيسبوك في نقل الأخبار ومصداقيتها في الشارع الليبي. المزيد. يعد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من أكثر المواقع تصفحا في ليبيا، بحيث تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 80% من فئة الشباب في ليبيا يملكون صفحات على الفيسبوك ويتصفحونه بشكل يومي. وعلاوة على مشاركتهم لصورهم وتحديثات حالاتهم الخاصة، فإن الفيسبوك يلعب دورا كبيرا في نقل الأخبار والصور والأحداث بشكل مباشر ومن عين المكان، إضافة إلى أنه يؤمن سرعة انتشار كبيرة للخبر من خلال صفحاته وخصائص المشاركة الاجتماعية فيها. بالنسبة للفيسبوك إيجابية، جميع الأخبار يعني 90% من الأخبار صحيحة في الفيسبوك، ناس تنقل في حقيقة من أرض الواقع، يعني تلقاها بالصور، تلقاها بالفيديوهات، يعني شيء حقيقي. والناس اللي هي خايفة من الفيسبوك، هذه اللي هي ما دباها ما تطلعش الحقائق على الفيسبوك. ورغم هذا، فإن البعض الآخر يعتبر أن الفيسبوك يلعب أحيانا دورا سلبيا للغاية في نقل الأخبار المغلوطة وعند استعماله بشكل خاطئ، مما قد يجعله خطيرا للغاية. بالنسبة للفيسبوك، على الشخص اللي بيستعمله، ممكن يستعمله سيء وممكن يستعمله. بالنسبة للأخبار هذه، هل بناس تنزل في أخبار في الفيسبوك؟ بإمكانك تنزل تصوير، بإمكانك تنزل أي شيء في الفيسبوك. والشخص اللي بيستعمل الإنترنت وبيفتح الفيسبوك، بإمكانه هو يشوف الأشياء السيئة إذا كان هو عنده رغبة فيها، وكان يبي يشوف الشيء الإيجابي والأخبار الإيجابية والأخبار الكويسة يقدر يشوفها. معتز الخريف، ليبيا لكل الأحرار، طرابلس.